أنا عندي اختبار بكرة، لكن استخدمت خدمة سهلت علي المذاكرة والاستعداد للاختبار، اللي هي هذه الخدمة فكرتها بشكل بسيط أنك أنت قادر ترفع أي كتاب لها وبعدين تحط أسئلة وتلخص لك الكتاب وتعطيك الإجابات بشكل سريع، فما يحتاج تقرأ الكتاب كامل، أنت قادر من خلال الذكاء الاصطناعي أنك تعرف إجابة معينة من أي كتاب. فعلى سبيل المثال أنا حاط كتاب الآن فقط للتجربة، بسأله من هم منافسي جوجل، تمام؟ الآن هو بيبحث داخل المقالة اللي أنا حاطها، لأن حاط مقالة صغيرة بس عشان الشرح اللي أنا أشرح لك إياه، وبيطلع الإجابة. منافسي جوجل في مجال البحث الذكاء الاصطناعي هم شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وفيسبوك وأبل وغيرها. تخيل أنك أنت قادر ترفع أي كتاب عندك وتسأل أي سؤال ويعطيك الإجابات، فهذا بيسهل عليك كثير المذاكرة الاختبار. بالمختصر الخدمات هذه يعني ما تعتمد عليها بشكل كامل في اختبارك، لا، أنت قادر تساعدك في الاختبار وتعطيك إجابات معينة وغيرها، فهي تختصر وقتك. فمثلا إذا أنت مثلا عندك سؤال في كتاب معين، هل تقرأ الكتاب كامل عشان تطلع الإجابة؟ لا، قادر تعتمد على مميزات الذكاء الاصطناعي والكتاب والمميزات هذه أو الخدمة هذه تساعدك في الوصول للإجابة اللي تحتاجها. فتخيلوا كيف راح يغير الذكاء الاصطناعي حياتنا في المستقبل.